اليوم ان شاء الله نحضر مع بعض كيك يومي اقتصادي بجوج بيضات طريقه جد مبسطه يعني ديري في اقل من 10 دقائق نتمنى انها تعجبكم بالنسبه للمكونات نحتاج قبيصه ديال الملحه جوج بيضات يكونوا في حاره المطبخ بالنسبه للبيض آه خرجوا من قبل باش كيكه تنجح معاك وكذلك الحجم ديالهم ما يكونش كبير وما صغير يعني غنديروها كيك متوسطه ما كبيره ما صغيره نحتاج جوج بيضات طاشي ديال الفاني او دي الفاني سائل كاس ديال السكر اللي يعني كتخلي واحد شويه عندنا علبه ديال دانون او دي الياغورت عندنا كاس الا ربع ديال الزيت يعني كتخلي واحد ربع كاس ما مرش يعني كاس الا ربع وعندنا واحد علبه ديال دانون كما شفتوا يكون يعني خارج من الثلاجه من قبل اي نكهه يعني درت الفاني دانون ولا من غير هاد النوعيه دان اخر من غير هذا كنحتاج نحتاج ديال الحليب كذلك يكون دافي ما يكونش يعني بارد غنجمعوا هاد الكيك تجمع في طاي كلشي في خطره وحده وتخلطي غير بالضرب اليداوي غير دغيا تخلطيها وتجمعيها يعني واخا تكوني يعني ما عندكش الوقت غير دغيا تخلطيها في الصباح تخشيها في الفران بدون ضرب كهربائي تخلطي مزيان مكوناتي تجانسوا يعني ديك دانون والحليب والبيض تخلطو مزيان بالزيت. ني تتخلطيهم مزيان تيبقاش داك الزيت تخلطي ونزيدو الدقيق الدقيق غرب ليه الحلويات كنديرو جوج كيسان ديال الدقيق وعندنا جوج ساشي ديال خميره الحلويات هذه كل وحده فيها 8 غرام مش شو سهلة ساهله ما فيهاش يعني شي تعقيدات في الدراب الكهربائي طلعي البي الاول دغيا دغيا شي وزوينه صافي وكتخلطي الدقيق مزيان حاولي انه ما يتكورش لك خلطي تخلطي الخليط مزيان ومن بعد تخلي على جنب كما شفتوا هو من بعد ما خلطناه كيجي يعني ما خفيفش بزاف وما آه ثقيلش بزاف عادي كنا المول اللي غندخلو للفران يعني اما مربع اما دائري اللي عندك اي شكل عندك وتناخذوا شويه ديال الكاكاو مهرمش او اللوز محمر دي. ما مهرمش المهم بالنسبه لهاد الطريقه اللي غنديروا هاد الكيك كتجي يعني الطريقه ديالها زوينه بزاف تنديروا واحد النص ديال الخليط هو الاول ومن بعد تنديروا واحد الطبقه ديال الكاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش كيكون محمر من قبل وهرمشوه يعني غير تقوا دوره خفيفه في الخلاط اولا تخلطوا تحنوا داك الكاوكاو ولا اللوز غير في داك الخلاط اليدوي داك ديال المطيشه اللي دي دوروها وغادي تخرج لكم يعني خفيف مهرمش وتنديروا شويه ديال الشكلاط هذا حبيبات اللي ما تيدوبش يعني تبقى صايد كاين اللي تيدوب يعني اللي عندك تدير واحد الشويه ومن بعد تقدري اللي عندك تقدري ديري ديري هذاك الكوك اللي متوفر عندك ولا ما كانش دير كيكه عاديه هكاك ديريها كامله اولا ديري نص بالشوكولاط ونص تخلطيه نص نص بينو نص كحل المهم انت والقننه ديالك اللي عندك وصافي وتنغطيو مزيان هذاك الطبقه بحال هكا ونسخنوا الفرن من قبل كنسخنوا 180 درجه غير من التحت طيب انا ما ما كنخليهاش 180 درجه ملي كنسخن الفرن 180 درجه او 200 كندخل الكيكه كنقص ديك الحراره كنقصها كنديرها حتى 170 او 165 كطيب على خاطرها من التحت وكتطلع هذه هي الطريقه في دي الفران ديال الضو ايتيما ومن بعد ما كتنشوفها طلعات وطابت من الجناب وتحمرات صافي لها من الفوق كتبان لك ناشفه من فوق لها من فوق صافي وانا في نفس نو... الوقت كنزيد الحراره كنزيد لها الشتا مازال خاصها تحمر كنزيد تن... دوزت ل يعني في الاول كنقص الحراره صافي من بعد ما كتخرجيها تتحيديها من المول حتى كتبرد تندير لها الشكلاط طيب بهذه الطريقه اما الشكلاط كحل او ابيض ولا تخلطوهم بجوج ولا غديروها المربى وديرو فوق منها الكوك او الشكلاط سائل اللي عندك توتزين يعني الابداع ديالك اللي متوفر عندك ومن بعد تخليوها حتى كتبرد وقطعوها وحضروها ديروها في طبيسلات وبالصحه والراحه كتجي شيشه كما كتشوفوا وكتجي في الطبقه الوسط ديال كاوكاو او اللوز هكايا والشكلاط كتجي ما داق حد بزاف دغيا كتكال ما كتبقاش يعني هذه ما كتبقاش يعني تبات ولا دغيا دغيا كتمشي في ساعتها نتمنى انها تعجبكم ما تخلوش ليا باللايك اخواتي وما تدخلوش ليا بالاشتراك في القناه دعموا القناه تفاعلوا معها دائما كتعطيكم حويجات زوينين ساهلين وكذلك يعني دائما الوصفات يومية حاولوا تشجعو القناة الا بديتو ما كديروش لايك الاخوات كيدخلوا ما كيديروش لايك رغم ان الوصفات يعني مفيده وما كاينش لايك يعني واخا المشاهده حتى نازله بزاف حاولوا تدعموني وشجعوني باللايكات وبالاشتراك والمشاهده ديالكم باش الفيديو يبان الاخوات اللي ما عمرهم شافوا القناه ديالي وبارطاجوا الوصفه مع الاصدقاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في يعني واتساب كذلك راه كندير هكايا انستغرام الا بغيتو كندير بعض الخطرات هكايا وصفات سريعه في الانستغرام الا بغيتو انستغرام ديالي كذلك راه كاين عندي في كنخلي في صندوق الوصف كذلك المجموعه ديال الجروب ديالي كنخليها في صندوق الوصف وعندي يعني في القناه انستغرام يعني مكتوب كاين في بلاصه في كاين الفيديوهات راه محطوط انستغرام تتوركوا عليه كتدخل ديريكت للانستغرام